مدرسة مارمارون بيت الدين. عنوان الدرس حرف الهاء، الصف التمهيدي. أشكال حرف الهاء. انظروا، هذا هو حرف الهاء. لحرف الهاء أربعة أشكال كما سنرى. انظروا جيدا. حرف الهاء في أول الكلمة. انظروا كيف كتب حرف الهاء في كلمة هدهد. هدهد. والآن حرف الهاء في وسط الكلمة كما سنرى في كلمة فهدو. فهدو. كتب حرف الهاء في وسط الكلمة. والآن حرف الهاء متصلا في آخر الكلمة كما سنرى كلمة فواكه. كتب حرف الهاء متصلا. وحرف الهاء منفصلا في آخر الكلمة يكتب هكذا كما سنرى في كلمة مياه. مياه. حرف الهاء مع الأصوات القصيرة. انظروا، حرف الهاء مع فتحة ها. هرم. هرم. ه مع فتحة ها. هرم. ه مع ضمة هو. هدوء. ه مع ضمة هو. هدوء. حرف الهاء مع الكسرة هي. هلال. حرف الهاء مع الكسرة هي. هلال. أتعرف على حرف الهاء في الكلمات. ما هذا؟ انظروا، ما هذا؟ هذا هرون. ما هذا؟ هذا نهر. ما هذا؟ هذا وجه. وما هذا؟ كوب مياه. مياه. كما نرى هي في أول الكلمة في كلمة هر، ه في وسط الكلمة في كلمة نهر، وه في آخر الكلمة متصلا في كلمة وجه، وحرف اله منفصلا في كلمة مياه. حرف الهاء مع الأصوات الطويلة. ها. من هذا؟ هاني. هو. ما هذه؟ فهود. هي. ماذا نرى؟ هل. هي. من هذا؟ طاهي. أتعرف على حرف الهاء وأقرأ. ما هذا؟ هاتف. نرى ها صوت طويل. ما هذه؟ زهور. هو صوت طويل. كيف هو؟ بهيج. هي صوت طويل. والآن سنستمع ونتعرف ونشاهد شريطا مصورا عن حرف الهاء. إلى اللقاء لاحقا مع حرف جديد. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان للغة.
اللغة العربية نشد ونغني أحلى الألحان. هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية. حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فنان. دان 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 فلنقرأ في كل مكان. للغة العربية نشد ونغني أحلى الألحان. الهاء مع الفتحة ها 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 ها. الهاء مع الضمة هو 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 هو. الهاء مع الكسرة هي 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 هي. والهاء مع الساكن ها 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 ها. الهاء المفتوحة هدية ها 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 هدية. الهاء المضمومة هد هد هو هو هدهد. الهاء المكسورة هلال هي 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 هلال. الهاء الساكنة فهد ه ه ه فهد.